إيران تستعد للقيام بعملية عسكرية برية على الداخل العراقي وتحديدا على إقليم كردستان. هذه تفاصيل خطيرة وجديدة نشرت على موقع الشرق الأوسط أو صحيفة الشرق الأوسط بهذا الشكل كما تلاحظون اليوم من مصادر مطلعة تحصلوا عليها في طبيعة ما هو قادم على إقليم كردستان في الأيام القادمة، وقد تكون الأيام القادمة نتحدث عن ساعات قادمة وليست أيام قادمة. التفاصيل التي جاءت بحسب هذا التقرير من المصادر التي تحصلوا عليها هي أكدت بأن الحرس الثوري الإيراني تحصل على أوامر بالقيام بعمليات برية في داخل إقليم كردستان من أجل مطاردة جماعتين معارضتين موجودة في إقليم كردستان. ونتحدث هنا عن كوملة وعن الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني بحسب ما نشر بهذا التقرير. هذا كله يأتي كجزء من العملية العسكرية التي بدأتها إيران على إقليم كردستان في 24 من سبتمبر، طبعا من الشهر الماضي، وذلك بسبب وبحجة أن هذه الأطراف المعارضة تتدخل في التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني وهي تزيد من التوترات، وأن حكومة إقليم كردستان لم تفعل شيئا تجاه هذه الأطراف رغم إبلاغ إيران لحكومة الإقليم بهذه المسألة. على هذا الأساس هم بدأوا بهذه العمليات العسكرية. التفاصيل التي تأتي في هذا التقرير الخطير توضح أيضا بأن هنالك تحركات كبيرة. هي ذكرت نقلا عن الوكالة الفرنسية ووكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن منظمة هينكاو الحقوقية أكدت بأن هنالك تحركات لعربات للقوات الخاصة الإيرانية التابعة طبعا للحرس الثوري الإيراني قد وصلت إلى هذه المدينة الحدودية مع العراق وهي مدينة سننج، بالإضافة إلى أن هنالك طائرة حربية إيرانية واحدة وصلت إلى مطار سننج، بالإضافة إلى تحركات بالمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة الحربية أيضا وصلت إلى هذه المنطقة، منطقة سننج. وهذا الأمر تمت ملاحظته من قبل وكالة رويترز بهذا الشكل، لاحظت هذه المقاطع التي دخلت إلى هذه المنطقة، بل هذه المقاطع أيضا نشرت بهذا الشكل الذي ترونه. عدد لا بأس به، عدد كبير لهذه الدبابات حقيقة والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تدخل بهذا الشكل إلى هذه المدينة، بالإضافة إلى ذلك أن التقرير ذكر بأنها توزعت على النقاط أو على نقاط محورية، وهذا يوضح الكثير من التفاصيل مما هو قادم. البعض ممن رأوا هذه التفاصيل من الدبابات من المدرعات من التحضيرات العسكرية ربطوها تماما بما يأتي من تصعيد للمتظاهرين في مدينة سننج، وبأن سننج نوعا ما خرجت عن سيطرة الحكومة الإيرانية لهذا هي تحركت بهذا الاتجاه. ولكن تقرير الشرق الأوسط مع التفاصيل التي تحدثوا عنها بأن هنالك أوامر للحرس الثوري الإيراني للقيام بعملية عسكرية، هو ذكر هذه التفاصيل من الطائرة الحربية من الناقلات ومن الدبابات، وبالتالي هو يوضح أن هذه تأتي من ضمن تحضير لعملية ستأتي على مناطق إقليم كردستان وتحديدا الحدودية، وهذا ما ذكره الموقع حول هذه المسألة. علمت الشرق الأوسط من مصادر مطلعة في طهران أن قوات الحرس الثوري أعلنت تأهبا في الوحدات البرية للقيام بعمليات محدودة لاستهداف مواقع حزب كوملة والحزب الديمقراطي الكردستاني المعارضين. وأضافت قالت المصادر أن وحدات من قوات الحرس الثوري تلقت أوامرا بالتوجه إلى المنطقة المتوترة. وهنا ما يطرح، هنالك أسئلة، أين ستأتي هذه العملية العسكرية يا ترى؟ الضربات جاءت في العديد من المناطق بالنسبة للإيرانيين منذ أن بدأوا بهذه العملية كما تحدثنا من 24 من سبتمبر من الشهر الماضي. على سبيل المثال هنا السليمانية وهنا سننج، التحشيدات التي تحدثنا عنها من المدرعات والناقلات والطائرة والحرس الثوري، هل هذا يعني أن السليمانية ستكون هدفا خاصة وأن كانت هنالك ضربات بالطائرات المسيرة وبالصواريخ في جنوب السليمانية جاءت على ألتون كوبري أو بردية وكذلك على كويا، كانت هنالك عمليات تأتي على سيدة كان بهذا الاتجاه؟ أين من الممكن أن يكون هذا التقدم العسكري؟ قد يكون واضحا وقد تكون الترجيحات تذهب بشكل أكبر إلى سيدكان تحديدا لأسباب مهمة يجب أن ننتبه إليها. وكالة روداو كانت هي أولى الوكالات التي تحدثت وبشكل حصري أن الحرس الثوري الإيراني بعد قصف عشوائي على القرى الموجودة في هذه المناطق وخروج السكان من القرى الموجودة بهذه المناطق الحدودية دخلوا على المستوى البري ودخلوا على من ناحية سيدكان،
وكذلك كانت هنالك إحدى الصحفيات قبل يومين، الصحفيات المهمات في البي بي سي، تحدثت إلى أحد القيادات في البيشمركة، أحد القيادات الكبار، تحدث من دون ذكر اسمه بأن القوات الإيرانية دخلت على مسافة كيلومترين فقط إلى هذه الأراضي طبعا التي نتحدث عنها. ولكن بعد ذلك إيران علقت هذه العمليات العسكرية وأوقفتها بحجة أيضا إعطاء فرصة لحكومة إقليم كردستان أن تذهب مباشرة إلى هذه الأطراف المعارضة وأن تطردها لكي توقف العمليات التدخل في هذه التظاهرات كما تدعي إيران. طبعا بكل تأكيد حتى اللحظة ليس هنالك أدلة عن هذا الموضوع، ولكن هي تدعي بهذا الأمر، هي تعطي فرصة. وبعد ذلك بعد تعليق العمليات بحسب التفاصيل التي نشرت من البي بي سي انسحبت القوات الإيرانية، لم تعد موجودة على حقيقة في الأراضي العراقية، ولكنها مستمرة في التحشيد على الحدود مع سيدكان تحديدا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن ننتبه إلى أن هذه المنطقة هي منطقة مهيئة جدا بالنسبة إليهم على المستوى العسكري، وقد يكون حتى على المستوى الجغرافي بسبب طبيعة الجبال الموجودة في هذه المنطقة. لنذهب إلى القمر الصناعي لنفهم قليلا هذه المنطقة، كيف من الممكن أن يكون هذا التقدم الإيراني إن تم بهذا الشكل، لنأخذ صورة واضحة لهذه المنطقة الحدودية وهي تأتي باتجاه ناحية سيدكان. لنتوقف هنا قليلا فقط لنأخذ عددا من الملاحظات. هذه هي سوران وهذه هي سيدكان، وكذلك هنالك منطقة مهمة ألا وهي تشومان التي تأتي بهذا الاتجاه. هذه ليست تشومان، هذه هي تشومان التي ترونها أمامكم. هاتين المنطقتين سيدكان وتشومان تعرضتا طبعا إلى الهجمات وإلى الضربات المدفعية، تحديدا سيدكان بشكل مكثف. لنقترب من سيدكان فقط لنرى طبيعة التضاريس، طبيعة هذه المنطقة، لماذا إيران تقدمت عسكريا كيلومترين وانسحبت، لماذا هي تستمر في التحشيد في هذه المنطقة، وكيف من الممكن أن تكون مفيدة هذه المسألة بكل تأكيد. بالنظر إلى ناحية سيدكان وأخذ صورة واضحة لطبيعة الجبال ستجد أنها منطقة جبلية مهمة للغاية مرتفعة، إن أي قوات بغض النظر من هي القوات أو القوات العسكرية، فإن القوات الإيرانية تستطيع السيطرة على هذه الجبال، مما سيعطيها سيطرة كبيرة جدا على جميع القرى الموجودة وحتى على سيدكان نفسها، وبالتالي تصبح أي قوات موجودة في هذه المنطقة أو أي مدينة تعتبر مدينة ساقطة عسكريا وهي تحت رحمة النيران القوات الإيرانية، في حالة أن القوات الإيرانية ذهبت إلى أبعد من كيلومترين واستغلت هذه التضاريس التي نتحدث عنها. لنأخذ صورة أبعد قليلا لكي نرى المسألة بالنسبة إلى تشومال، ليس فقط لسيدكان، لاحظ الجبال كيف هي وعرة وتكون مفيدة عسكريا، خاصة إن لم تكن هنالك أي مقاومة نهائيا. وبالتالي نلاحظ أن هذه هي سوران وطبعا هذه هي تشومان التي ترونها، وكذلك سيدكان التي تحدثنا عنها التي تأتي بهذا الاتجاه. جبال كثيرة، تستطيع إيران أن تحاصر هذه المنطقة، تستطيع الوصول إلى سوران، قد تذهب إلى هذه المسافة التي تبعد 20 كيلومترا أو أكثر بقليل، وبالتالي تفرض سيطرة كبيرة، تثبت مواقعها وتبدأ بمطاردة هذه الأطراف، خاصة وأنها تتحدث عن مسألة نزع السلاح من هذه الأطراف. نزع السلاح يتم عن طريق التقدم عسكريا، عن طريق استخدام هذه الطرق على سبيل المثال، وهذه قد تعني بالنسبة لأربيل بأن فعلا الإيرانيون الآن، ليست فقط تركيا هي المتدخلة الآن في الأراضي العراقية بقفل المخلب وأغلقت هذه المنطقة بأكملها، بل أننا عندما ننظر إلى أربيل على سبيل المثال بهذا الاتجاه، فإنها هذه المناطق، هذه هي سوران وسيدكان وتشومان، هي كلها تأتي على مسافة ما يقارب 65 كيلومترا إلى 77 كيلومترا من منطقة العمليات بهذا الاتجاه. بالتالي ممكن لإيران أن تقول أنا على بعد 77 كيلومترا 70 كيلومترا عن أربيل، وهذه تحقق طبعا الكثير من المكاسب الاستراتيجية بالنسبة إليهم، إن لم تكن هنالك مقاومة أو تفاوضات أو شيء معين من أجل أن يمنع هذا السيناريو. وتبدو بأن الظروف مؤاتية هذه المرة لإيران للقيام بهذه المسألة، فالموقف العراقي حتى هذه اللحظة ندد بهذه العملية. قام العراق بإرسال طبعا مذكرة توبيخ تحديدا إلى السفير الإيراني في الداخل العراقي في العاصمة العراقية بغداد، ولكن توقفت الأمور إلى هنا، فليس هنالك أي شكوى من العراق في مجلس الأمن الدولي كما فعل مع تركيا، وكذلك هنالك رفض تام مؤخرا في البرلمان العربي من العراق لمسألة الاعتراف بأن هنالك اعتداءات إيرانية أو تدخلات إيرانية على الداخل العراقي. رحبوا بالتدخلات التركية ولكن لم يرحبوا في البرلمان العربي بهذه المسألة. ليس هنالك رد عسكري، هنالك مشكلة كبيرة جدا تأتي وتوترات كبيرة في العاصمة العراقية بغداد،
في مسألة تشكيل الحكومة العراقية. يوم غد هنالك جلسة مهمة للغاية ينتظرها جميع لرؤية ما إذا كانت ستنجح أم لن تنجح، سيكتمل النصاب أم لن يكتمل النصاب، من أجل طبعا ترشيح أو التصويت على رئيس الجمهورية. والخلافات لا زالت مستمرة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بالتالي العراق يركز على هذه المسألة كثيرا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن إيران تبدو بأنها تمتلك الأموال هذه المرة الكثيرة، تمتلك التمويل الكافي للقيام بمثل هذه العمليات في السنتين الماضيتين، وبسبب تساهل الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الإيرانيين، بسبب أنه يريد العودة للاتفاقية النووية، غض النظر عن الكثير من مبيعات النفط الغير شرعية التي قامت بها إيران مما وفر الأموال لهم. على سبيل المثال United Against Nuclear Iran في 6 أكتوبر من هذا الشهر تحديدا ثبتوا حقيقة بأن إيران تحصلت من مبيعات النفط الغير شرعية على ما يقارب، وكما تلاحظون هنا، 43 مليار دولار. هذا جعلهم أن يخصصوا 10.5 مليار دولار للجيش الإيراني وللحرس الثوري الإيراني، مقارنة طبعا، وهذا المبلغ يعتبر مرتفعا مقارنة بما تحصلوا عليه في عام 2021 ب 4.5 مليار، أكثر من الضعف تمت زيادة التخصيصات للحرس الثوري الإيراني وللجيش الإيراني. بالإضافة إلى ذلك أن The Washington Free Beacon اليوم قالت بأن إيران في السنتين الماضيتين مولت الفصائل المسلحة المقربة لها إذا كانت على مستوى العراق أو سوريا أو غيرها ب15 مليار دولار. بالتالي الأموال متوفرة، وهذا كله الذي نتحدث عنه هو عدد 7 مليارات التي تحصلت عليها إيران بسبب إطلاق سراح، ومن خلال تفاوضات أطلقت إيران سراح مواطنين أمريكيين كانت تحتجزهما لمدة 7 سنوات، وتحصلت على 7 مليارات كانت مجمدة في كوريا الجنوبية. لذلك كل شيء تمتلكه إيران الآن من ظروف مؤاتية للقيام بمثل هذه العملية العسكرية، من أجل على سبيل المثال صد مسألة التقدم في الطاقة الذي يأتي في إقليم كردستان، لتكمل المشروع الذي بدأته منذ مارس الماضي بمهاجمة مجموعة كار بضربات صاروخية باليستية، وكان هنالك أيضا هجمات من الفصائل المسلحة المقربة منها في العراق على عدد من الحقول وحقول الغاز. بل قبل أن نبدأ هذا البرنامج كان هنالك هجوما بحسب الأنباء الأولية ب3 صواريخ كاتيوشا جاءت على حقل كورمور، لم تضر بهذا الحقل ولكنها سقطت حول هذا الحقل. ضغط كبير جدا في هذه المنطقة، بالتالي بالنسبة لإيران تقدم عسكري مع التقدم التركي سيجعل هذه الأرض أو هذه المنطقة، منطقة إقليم كردستان، غير قادرة على التقدم والتطور على مستوى الطاقة بكل تأكيد. والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بمسألة الطاقة، العالم مهتم بمسألة الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك هي تفتح فرصة لإيران أيضا أن تنهي الورقة الضاغطة الموجودة في إقليم كردستان كما تتحدث إيران، ألا وهي الأطراف الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم. وعلى هذا الأساس هي لديها فعلا فرص كبيرة جدا من خلال هذه المعلومات ومن خلال هذه الظروف أن تتقدم، ولكن العراق يتحرك، وهنالك تحرك السبت القادم، سيكون هذا التحرك بقيادة مستشار الأمن القومية العراقية سيد قاسم الأعرجي الذي سيترأس وفدا إلى طهران من أجل مناقشة هذه المسألة تحديدا، وقد تمنع هذا التدخل الذي نتحدث عنه في إقليم كردستان والذي طبعا لا يتمناه أحد بكل تأكيد.